تتوجه الأنظار نحو الحسم العسكري، وعلى هذه الوهاد يرسم واقع جديد لبلاد تبحث عن خلاصها. الخلاص بأقل الخسائر إن أمكن، وإن تعذر فإكمال ما بدأ حتى النهاية. بعد تعثر الحل السياسي وتمسك الميليشيا بأوهام القوة والسيطرة من الغرب والشرق والجنوب، تتدفق قوات الشرعية بمساندة التحالف العربي، فيضيق الخناق على الميليشيا. وعلى طول الشريط الساحلي تتقلص مناطق سيطرتها أكثر فأكثر، ذلك ما تقوله الوقائع على الأرض بعد تحرير وتأمين مساحة كبيرة من الساحل الغربي، آخرها ميدي وهو شريط البحري الذي تتنفس من خلاله مناطق الشمال من صعدة إلى تعز، وشريان لإمدادات الميليشيا من الأسلحة والذخائر والمؤن. مؤخرا ذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة إن قوات خاصة من دول التحالف توجهت صوب 3 مدن لمساندة الجيش الوطني في تحريرها من قبضة الميليشيا والتنظيمات الإرهابية. بحسب المصادر فإن المدن 3 المستهدفة هي المكلا عاصمة محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة القاعدة منذ يناير من العام الماضي، وكذا مدينة الحديدة وميناء المخا الواقع على ساحل البحر الأحمر. لن تقتصر المهمة على تحرير هذه المدن وحسب، لكنها باختصار ستؤدي إلى مكاسب أكثر على الأرض، وستضع الميليشيا بين كماشة أكثر من جهة. الهدف الأكبر هو قطع طرق إمداد الميليشيا بالسلاح الذي يصل إلى صنعاء وإحكام الحصار عليها من 3 جبهات، فكل الطرق تؤدي إلى العاصمة صنعاء حيث مؤسسات الدولة المختطفة